27 شخص، شباب، نساء، عجزة، قضوا بقلب بيوتهم، انهارت فيهم بنايتهم. هيدي كانت مأساة فسوح. هذه المأساة يلي فتحت العيون على وضع المباني المماثلة بالعاصمة وبكافة المناطق اللبنانية. فريق تحقيق تابع كارثة فسوح وخلال سنتين قام بتحقيقاته وبجولات على مختلف الأحياء والشوارع والمناطق. فارطة، هاي بنية الأشرفية، شفتي؟ بعمر الطابق الأرضي، مش حجر هيدا، رمله بحص بس، محطوط له كلس، ما في ترابي، خدوا معكم. عشر تلاف بناية معرضة للسقوط والانهيار بلبنان. بنايات مصدعة أكل الصدي والاهتراء عمر عشرات السنين، ما إلى تاريخ ميلاد واضح بحدد عمره. نحن البناية هون ما بعرف إذا بتوقع أو بتضل، لأن مش أنا معمرة، معمرة يمكن من سنة الأربعين الطابق الأرضي، أربعين قبل ما بعرف، بعدين بقى يعمر فأمنا كل عشر سنين يعمل طابق، شي خمسين شي ستين، صيانة مزبوطة من السبعين ما صارت، لأنه احتلوها بالحرب عشرين ثلاثين سنة وحرقوها و12 صاروخ نازل فيها وحواليها، 155 هيك تعمل الاشياء. تشققات بالجدران وحتى فسخات بالاساسات والعواميد. بنايات مرميه على جانب الطرقات بطريقه عشوائيه. وضعنا المادي ما بيسمح انه نصلحها. كل ما بنطلع فيها بنحس بخوف ورعب. وما قدرتنا نروح نستأجر برا. أقل شقة أجارة 400-500 دولار، يعني ما عنا خيار غير أنه نضل ببيوتنا. آلاف المباني بحاجة لترميم، لإعادة تأهيل، لصيانة. معايير سلامتها العامة برسم المعنيين، مستأجرين، مالكين، مسؤولين. مسؤولين، أسئلتنا من سنتين بقيت بدون جواب، ولا حياة لمن تولد. مساء الخير. وقت منحكي عن سلامة المباني بنعني سلامة الناس داخل هالمباني. فسوح من سنتين أحدثت وقع كبير لدى السكان، لا بل هلع وخوف من وضع المباني المختلة بهندستها وأساساتها وأركانها. فريق تحقيق مثل ما شاهدتوا غطى هالحادث المؤسف وانطلق منه ليجري سلسلة تقارير عن وضع مباني عديدة، وضع مماثل لحالة فسوح. ولكن من المؤسف أن تكون ردة الفعل أنية، وكعادتنا نحن اللبنانيين مننسى، إلى أن تحصل كارثة أخرى لا نسأل لا نحاسب، بالرغم من أن حياة العديد منا مهددة بسبب تعرضنا لأخطار ناجمة عن عدم احترام شروط ومعايير سلامة المباني. ورشة البناء بلبنان هي حقل اختبار. من يراقب هذه الورش وشروط سلامة المباني المنوي تشييدها؟ أي سلطة؟ أي هيئة؟ أي قوة؟ مرة نعطيها للبلديات من إلا تفضل أمي بهذا الموضوع، وفي بلديات ما عندها شرطي سير، مش ما عندها مهندس، ما عندها شرطي سير، بنحملها موضوع مراقبة ورش البناء إذا عم تطبق مزبوط. ومرة نعطيها للقوى الأمنية، مع احترامنا لكل الكبيرة قوى الأمن والواجب والأمور اللي عم بيقوموا فيها، بس ما له مهندس رجل قوى الأمن، كيف بدك تطلبي منه يطبق هيدي الخرائط اللي بتطلع من الترخيص وتتأكد إذا مزبوطة على الأرض ولا لا؟
فأوقات نعطيهم اثنيناتهم، وطلعت فترة ما حدا عم بيراقب وشفنا المخالفات اللي صارت، وهيدي المخالفات مشكلتها انه صارت بوقت قصير. يعني لما تعمري سقف الباطون لازم على الاقل ياخذ له 20 ل 25 يوم ليكتمل القوطه للباطون والحديد وياخذ المتانه تبعه القويه، بس كرمال السرعه وكرمال الامور انه ما حدا يكشف المخالفه بتلاقيهم يعطوها 3 ايام برجع بيعملوا السقف اللي بعده، وهيدا كثير بياثر. يعني بعده طار الباطون وحملتيه وزن زياده، مش انه بس خالف، حتى الشغل اللي اشتغله اثر سلبا على قوه المبنى وعلى قدرته الإنشائية. الهيئة الأهم هي الهيئة التشريعية، وهنا نسأل: مجلس النواب المنتخب من الشعب لا يأبه بسلامة الشعب، بل هو متفرج، لا بل متواطئ مع دولة مهملة فاسدة ومفسدة. يعني لما انتهت الحرب بلبنان اجوا عملوا القانون التسويات. اي بلد بيخلص بحرب بيجوا بيعملوا اول شيء مسح ميداني للمباني، بيشوفوا اياها منيحه اياها مش منيحه اياها تضررت. عم نحكي على حرب 15 سنه. الدوله شو عملت؟ الدوله فكرت ماديات، راحت عملت تسويات وطلبت على قبال هاي التسويات فلوس من الناس، وما راحت كشفت بس على توقيع اي مهندس، وكل المهندسين وقعوا ومش لحاله، مرقت الامور. طب والمبنى لما صممتيه على اساس معين واجا بخلال الحرب زادوا المبنى طوابق عليه وتضرر بالحرب، تهززت اساساته تاثرت، طب هيدا كيف تركته؟ كيف سويت له؟ كيف شرعت له؟ الى عدم او خطا التشريع يضاف عدم التنسيق بين المعنيين. يعني مثلا ببيروت في بعض المصانع او المستودعات كانت البلديه ما اعطتها رخصه، واذا وزاره الصناعه اعطتها رخصه، وهيدي الامثله موجوده، اي مرجع باي جريده بنلاحظ هذا الشيء صاير. طب كمان انه في تضارب بصلاحيات ومع عدم التنسيق. جوله ضمن نطاق منطقه بيروت امنع فيها برفقه المهندس يوسف عزام اللي شرح لنا اهميه سلامه المباني. نحن اليوم امام صندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي هو مبنى للدوله ومبنى رسمي، ولكن ضمن سياق سلامه المباني والكلام عن سلامه المباني، اذا بنطلع على هذا المبنى يلي يرتاده المئات من الاشخاص بشكل يومي، ويلي فيه الموظفين الرسميين، ويلي فيه القطاعات المختلفه بترددوا على هذا المبنى، وبنطلع على واقع الحال تبع هذا المبنى، بنشوف واقع الانشاء تبعه، بغض النظر اذا عملنا دراسه للبطون او الحديد تبعه، اذا بنطلع من الشكل تبعه بيوحي على متانته، هل يا ترى هو متين ولا لا؟ بنلاحظ انه ما تم ترميمه من زمن بعيد، حتى ابسط شيء اذا بنلاحظ على البلاط اللي موجود في الخارج عم بيتساقط وعم بيوقع، وهذا بحد ذاته بشكل خطوره وضرر مباشر على السلامه العامه للاشخاص اللي عم بيرتادوا او مستخدمي هذا المبنى، فما بالك اذا لا سمح الله صار هزه ارضيه او شيء من هذا النوع، فكيف ستكون النتائج هون؟ بطبيعه الحال ستكون النتائج وخميه. نحن اخذنا هذا المبنى كاكزامبل كمثل، ولكن هذا المبنى هو يعبر عن كثير من مباني الدوله الرسميه يلي بدها اعاده تاهيل ضمن خطه وطنيه شامله وكبيره. سلامة المباني يجب أن تكون متوفرة بأبسط المواقع، من حيث بيتم إصدار القرارات من مباني متعلقة بالدولة وتابعة لها، وللأسف أنه الوضع ما منحصد عليه. جزء من المواصفات لازم تكون المباني، إن كان المستشفيات أو الدفاع المدني، هن أهم عنصرين يكونوا مهيئين لمواجهة الزلازل أكثر من مباني ثانية، لأن المستشفيات هي رح تستقبل المحتاجين، والدفاع المدني هو اللي رح يعمل على إسعاف الناس. فبالتالي عنا الكثير من مباني المستشفيات موجودة في لبنان، إن كان خاصة أو رسمية. السؤال: هل يا ترى هذه المستشفيات مجهزة لتواجه الزلازل؟ هل يا ترى هي هيكل الإنشاء قادر؟ وهون بنتذكر شوي، إذا بنعمل جردي على المستشفيات الكبيرة الرئيسية كلها تعمرت بحدود 50 أو 60 سنة بالماضيين، وبهذاك الوقت ما كان موضوع الزلازل معروف هندسيا بالطريقة المعروف فيها حاليا. فالسؤال: ليش لازم يتم هلا ترى تم كشف على هذه المباني ولا سيما المستشفيات ومراكز الدفاع المدني لتواجه الزلازل؟ هذا السؤال متكو برسم المعنيين. الفكرة الرئيسية هي ترميم وصيانة المباني بشكل دوري، خاصة فيما بيتعلق بمباني الدولة.
نحن هلا قريبين من احد الورش بمنطقه بيروت، رح نجرب نفوت على الورشه ونشوف المواد اللي عم تستخدم ان كانت الحديد او حتى نوعيه البطون، وبنشوف انه في كثير من الورش الحديد عم يكون مصدي وعم يتم استخدامه، وهذا بياثر مباشره على السلامه العامه. بنلاحظ هون الحديد منيح جديد بعده جايبينه، ولكن لما ينترك على الارض بهالطريقه بدون اي حمايه مباشره عن الارض بيصفي. صحيح صحيح، وهذا يؤثر على 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 مدى قدره الحديد الانشائيه وعلى قدره التحمل تبعه. حتى بنلاحظ انه بالبطون في بعض منه متجانس، يعني بنلاحظ في محلات مبين فيه انه النوعيه منا جيده، وهذا ايضا بيفتح الباب امام موضوع مجابل البطون. بتلاحظ هون البايلز يعني مستخدمين يعملوا سبورت على جوانب المبنى ويدعموه أكثر، وهذا شيء ممتاز الموجود. بنلاحظ انه حتى موجود على ثاني ميلة ايضا في المبنى، وهذا الشيء يطابق المواصفات. وانتقلنا من بعد هالمبنى الى مبنى اخر تم بنائه من فترة زمنية طويلة وترك دون اكماله، الامر اللي بشكل خطورة على سلامته في حال استكمل لاحقا، عدا عن بشاعة الشكل بالوقت الحالي كما هو متروك. احد المشاكل ايضا بموضوع سلامة المباني المتعلق بالورش اللي بيتم بنائها من ناحية الكونكريت، ولكن بتبقى فترة طويلة بدون اكساء خارجي، يعني مثل ما عم نشوف المبنى يلي ظاهر ورا مني صار له سنين معمر، وبالتالي وجوده أيضا بمنطقة بيروت يعني حد البحر ممكن عوامل الرطوبة وعوامل الحرارة والعوامل الطبيعية بتؤدي لتآكل البطون وتآكل الحديد، وهذا بخفف من جودته للمبنى. قد حدد قانون البناء النافذ رقم 646 على 2004 والمراسيم ذات الصلة الأسس والقواعد والأنظمة اللي بترتكز عليها عملية البناء، بدءا من التربة والحفر والتدعيم والمراحل الأخرى، مما بيجعل السلامة العامة مصونة قانونا بجميع مراحل الإنشاءات حاليا. وقد حمل هالقانون المالك بالمادة 18 منه مسؤولية السهر على متانة البناء هيدا بالنص، أما بالواقع المسؤولية يجب أن تطال المسبب والسبب عند وقوع أي مكروه، علماً أنه القانون ما اتطرق إلى الأبنية التراثية وبقيت خاضعة لقرارات من مجلس الوزراء للتطبيق. تابعنا جولتنا ودخلنا إلى إحدى الأحياء الشعبية بمنطقة الكولا، حيث الشوارع جداً ضيقة ما بتدخلها السيارات من شدة تلاصق الأبنية والشرفات بعضها ببعض، يستحال دخول الشمس إلى بيوتها. الملفت توفر محلات سمانة والشوارع الجداً ضيقة اللي قاموا أصحابها بترقيمها وتنظيمها وفقاً ما بيتناسب معهم. خزانات مي، عمود كهرباء غير آمن، غرف وحمامات إلى جنب بعضهم البعض، مشهد ما عاد مقبول أو مسموح بأيامنا اليوم. ومنشوف واقع الحال بيحكي عن حاله، بنى تحتية غير موجودة، لا كهرباء لا مياه لا صرف صحي، الواقع الصحي صعب بهذه الأحياء يلي بعيش فيها مئات الألوف المواطنين، وكأنه المواطن اللبناني للأسف أصبح نازح في بلده. كيف مقبول بعد نترك مواطنين لبنانيين عايشين بهيك مباني؟ هذه المباني تشكل خطر على السلام العام بشكل مباشر. منلاحظ لا في تراجعات مبنية بطريقة ما بتلايم الحد الأدنى من الحفاظ على إنسانيتهم والحفاظ على أرواحهم. هذا الشيء غير مقبول بالحد الأدنى للمواصفات.
العمود اللي فوق كيف هو كبير وتحت شو صغير وبعدين تحت ما فيه ولا عمود. الملفت مؤخراً عدد من المباني اللي تم بنائها أساساً بهدف استخدامها كشقق سكنية وبعد فترة تم تحويلها إلى جامعات ومستشفيات. أحد الظواهر اللي عم نشوفه أيضاً بالمدينة هو تغيير وجهة استخدام المباني، يعني بعض مباني تصممت لتكون سكنية وإذ فجأة بتتحول يا إما لجامعة إما بتحول لمدرسة أو بتحول لدور حضاني وبعضها بتحول لمكاتب، وهذا الشيء هندسياً خاطئ وبيأثر على السلام العام. السؤال كيف بيأثر على السلام العام؟ الجواب هو التالي، لما صمم مبنى ليستوعب لنقول سكني بيستوعب 10 عيال 10 شقق، يعني 10 بخمسة عم نحكي عن 50 شخص، هل 50 شخص بيكون عندهم البنى التحتية من كهرباء ومياه ولا ما هنالك لتستوعب هالكم؟ فبالتالي لما تزيدي لما تستخدمي هذا المبنى تحوليه لمبنى جامعي أو مدرسة بصير الغرفة الوحدة تستوعب 10 أشخاص، فبالتالي في ازدياد باستخدام الكهرباء والبنى التحتية، وعم نشوف كثير حرائق عم تحصل نتيجة عدم تهيئة هذه المباني لتغيير وجهة استخدامها. مخالفات يلي بقوموا فيها نافذين بالدولة عبر رشوات وغيرها من ممارسات فاسدة ترتد سلباً على سلامة المواطنين وحياتهم. أنا مبنى مصمم يكون طابق أو طابقين نعمله تسوية ليصير 4 طوابق أو 5 طوابق، وهذا قانون تسويات النسخة عنه يلي صدرت بال94 بإضافة للاستثناءات من بعد 94 طلعت لموضوع المباني، بالإضافة للمخالفات اللي شفناها انتشرت وين ما كان لعدم وجود من يراقب هذا العمل، فبالتالي هذا الوزن صار عبء على هذا الوزن الأساسي اللي انبنى عليه المبنى بحسب ما بتصمم، فبالتالي هذا يؤثر على موضوع السلام العام. ما يفكر حتى المواطن ما ينبسط إذا خالف وصار عنده مساحات أكبر، هذا الشيء ممكن يوقع كله عليه وعلى عائلته اللي عم يفكر فيها، فبالتالي هذا الموضوع الدولة بتخالف بمكان ولكن حتى المواطن لازم ينتبه لهذا الموضوع لأنه بالرد عليه سلبيا. أما زيادة عامل الاستثمار فتعني زيادة كثافة سكانية، أي زيادة بالطاقة الكهربائية، بكميات المياه، بشبكات الطرقات، بالصرف الصحي. طب هل يا ترى لما نسمح بزيادة عامل الاستثمار عم نعمل عم نأمن هيدي البنى التحتية؟ الجواب لا، ما عم بيصير هيدا الشيء، وهلا عم نشوفه أيضا أكثر وعم نلمسه لمس اليد لما إجوا النازحين السوريين على لبنان، يعني زادت نسبة 20-30% البوبيليشن عنا وبوقت عنا البنى التحتية أوريدي ضعيفة. سلامة المدينة أو سلامة النسيج العمراني بالمدينة، موضوع يطال تصنيفات المباني، تمركزها، توزيعها، استخدامها وتغيير وجهة استعمالها. ضرورة إجراء مصحات الأبنية، فمنا بحاجة لهدم وأخرى لترميم والبعض لكشف ومنا طبعاً للحفاظ عليها كالمباني التراثية. أي سلامة لأي مدينة؟ إذا عم نحكي عن مدننا العشوائية، الفوضى، معايير اللا سلامة، كل المقاييس المنافية لصحة الناس هي للأسف عنوان كبير لمدننا. العمود فاسخ عن الحيط، كمان بنشوف هون كيف زايح على الأرض عن الحيط الرئيسي. بنشوف هون كيف فاسخ الحديد، الحديد الأساس العمود عن الأساسات تبعه. بنشوف الإزاز، حتى الإزاز نتيجة الضغط وزحل المبنى تكسر. بنلاحظ كمان هون العواميد يلي حامل طابق تاني يلي نزاد حديثا، ايضا هي عواميد مساحتها صغيره وما قدرت تتحمل زياده الوزن اضافه الى عامل التربه تحت منها. مدرسه غابون الرسميه اللي صار لها سنين خاليه من تلاميذها ابوابها مكفله، ويحذر دخول اي شخص اليها لانه ممكن ان تنهار بالكامل باي لحظه. التشققات الواضحة على هيكلها بتعبر أكثر عن مدى خطورة الوضع. هذا المبنى معمر بفترة ما كانت تطلب رخص البناء دراسة التربة،
ولكن حاليا رخص البناء اذا عم نحكي عن المدارس الجديده بتتطلب انه يكون في دراسه للتربية، ولكن للاسف بقول انه في الكثير من الرخص عم تمرق ودراسه التربية عم تتم بصوره شكليه، يعني ممكن استحصال على 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 دراسه للتربية بدون ما تيجي الشركه تعمل فحص للتربية، وهذا ابرز المشاكل اللي عم نجرب نحن نواجهها عبر تاكيد انه الشركات عم تيجي تفحص التربية من خلال البلديات والمكاتب الهندسيه تبع البلديات. عدة أسباب اجتمعت وأدت إلى تصدع هالمبنى. أولاً، لم يتم دراسة التربة قبل بناء المدرسة لمعرفة نوع الأرض إن كانت صخرية أو بتحتوي على كميات من المياه. ثانياً، تم إضافة طابق على هالمدرسة. ثالثاً، أعمدة هالمبنى لم تصمم لتحمل أكثر من طابق. هندسياً هذه المشكلة إلى حل، والحل بيكون بوضع بايلز بالأرض. هذه البايلز إن كان سمكتها أو كان أطوالها بتتعلق بنوعية التربية ونوع أو قديش في كميات مياه موجودة تحت المبنى المراد إنشاؤه. نحن بالعام صنع بعام 2014 في مباني عم تتشيد حتى على البحر وقريب كتير من البحر، يعني معروف إنه الووتر ليفل فيها عالي، فما بالك بهيك أماكن لازم عملية دراستها منها كتير صعبة أبدا. ولكن الأساس هو عبر التشخيص، يعني نعرف واقع الحال هالتربية شو واقع الحال فيها، ومن ثم يكون هناك الحل الهندسي الملائم أحسن ما نشوف هذه أمثلة تتكرر دائما. من غابون إلى فرن الشباك، حيث سلطنا الضوء على مشكلة أخرى موجودة بكافة المناطق اللبنانية ومعظم الأحياء السكنية، وليست حكم فقط على مكان اللي عم نصور فيه. وجودنا هون لسبب رئيسي بموضوع له علاقة بتنظيم المدينة وتأثيره على السلام العام. بعلم تنظيم المدينة لازم كل الأمور يلي متعلقة مثلاً بالأماكن التربوية، مدارس والجامعات، تكون بأماكن خاصة. أولاً ما بتكون على الطريق الرئيسي يلي بتسبب ضجة، ولكن الأهم من هيك وكرمال نضمن السلامة يلي هي سلامة الناس أو التلاميذ الموجودين، تكون بأماكن منا قريبة من محلات بتأثر سلباً عليها. يعني مثل ما عم نشوف حالياً هون، عم نشوف مراكز مثل شبه صناعية وأماكن ممكن تولد لحريق هي ملاصقة مباشرة على حيط الجامعة، وهذا الشيء بيسبب ضرر كتير كبير إذا صار أي مشكلة لا سمح الله بهذه الأماكن أو هاي المحلات يلي هي كتير معرضة نتيجة استخدام المواد الموجودة فيها إنه يصير فيها حريق. إذا ملاحظ كمان خلفهم لهذه الأماكن في مراكز سكنية، لو هودي المحلات موجودين ضمن منطقة صناعية ما كنا شفنا هذه السيارات مصفوفة ومحطوطة على جنب الطريق بهذه الأماكن ومأسلة على الطريق وعرض الطريق، فبالتالي هذا أيضا بأكد عدم صحة وجود هذه الأماكن حد الطريق مباشرة. حركة عمرانية ناشطة للمباني العملاقة لوحظت ببيروت وضواحيها، ولكن هل كل الورش تطبق قوانين السلام العامة؟ أحد أبرز المواصفات المطلوبة بموضوع السلام العامة بالقوانين أنه كل المباني اللي بزيد ارتفاعها عن 5 طوابق لازم يكون فيها درج هروب، لسيما إذا صار في حريق أو تم في طرر إخلاءها لسبب طارئ. ولكن بنلاحظ معظم بنياتنا، إذا عم نحكي إن كان بالعاصمة بيروت اللي بتختزن الكمية الأكبر من البنيات أو المدن الرئيسية وحتى على كامل الأراضي اللبنانية، نسبة البنيات اللي فيها درج هروب لا تتعدى 5%، وهذا الشيء يسبب كارثة لأنه شفنا كتير حوادث حريق حصلت وما قدروا يتم إخلاء الأشخاص اللي قاعدين بالطوابق المرتفعة، لأنه الدفاع المدني ما بيقدر بالأوائل والمعدات اللي عنده يوصل لطبقات العالية، فبالتالي وجود دراج الهروب هو شيء أساسي، وهون على السلطات المعنية وتحديدا على السلطات المحلية أنه تتأكد كل بناية عم تطلع وحتى من القديمة أنه ينحط لها درج هروب، لأنه هو بيكون جسمه معلق من خارج جسم المبنى ومن مواد معدنية. قصر العدل مبنى ضخم عمره بيتجاوز 50 سنة، تم بنائه من دون دراسة التربة، حيث القانون بوقتها ما كان يجبر المهندسين بذلك. ومع مرور السنوات تشققات ظهرت بوضوح على جدران هالقصر، فأصبح يا شيخ بعز شبابه.
عملوا دراسة لقواعد وأساسات هذا القصر، لقوا أولاً مبنى معمر على مجرى نهر بيروت، معمر بفترة الستينات، وبالطابع الأرضي تشققات مطرح ما بيصفوا القضاة، تشققات جداً واضحة بالحيطان. فبالتالي والدراسة أثبتت أيضاً أنه الأساسات نازلة بحدود 80 سنتي، وهذا خطأ إنشائي كتير كبير. واليوم ولتفادي تحطمه من جهة والحفاظ على سلامة القضاة، المحامين، رجال الدولة، الموظفين والمواطنين القاصدين المراكز الحكومية بداخله، قررت وزارة الأشغال تدعيمه. وشارفت الورشة، ورشة الترميم والدعم لها القصر إلى الانتهاء. وسمح لكاميرا تحقيق ولأول مرة بتصوير التعديلات اللي حصلت ويلي عم بيتم العمل فيها حتى اليوم، ليصبح القصر أقوى من أي مبنى آخر، وسيكون بإمكانه تحمل هزة بقوة 7.5 درجات. فتم دعم أساساته، تكبير حجم أعمدته الرئيسية، وبالتالي تقويته، وبناء جدران دعم ملاصقة على جدران الرئيسية. أفظع الجرائم بسلامة البناء وأكثرها غرابة هي الرخص الغير القانونية اللي تعطى إلى أصحاب المصانع بتسمح لهم بتحويل المواقف والملاجئ إلى معامل ومستودعات، وضعين حياة سكان المبنى والمباني المجاورة بخطر مباشر. وهيدي هي الحال بهالمبنيين بمنطقة مار الياس اللي بيتضمنوا حضانة للأطفال، مع رئيس لجنة البناية نزلنا وصورنا. هذا المولد تبع البناية كاتم للصوت ومحمي من كل الأخطار، وعاملينه بشكل انه لا يأثر عليه لا حريق ولا شيء ابدا ابدا ابدا. في المولد الثاني اللي راح تشوفوه هلا قرب عندي شوي، المولد اللي هذيك بين معك، هذا حطوا اللي شاري المستودعات ليضوي مستودعاته وكذا، وما في اي ضمانه انه ما يولد حراره على المولد هذا، ويعملوا لنا انفجار بين المولدين مثل ما صار بسوبر ماركت الشندور حد منا من فترة، وراح كذا طابق بالبناية. وهودي المستودعات هون على امتداد البنايتين، يعني حوالي 1000 وشوي متر تحت الأرض. البنايتين اللي فوق منهم كل بناية 11 طابق، وكل شقة وكل طابق شقتين، يعني إذا لحقوا صار في حريق بدون ينزلوا البنايتين ما في بحث أبداً، لأنه ما حدا حيقدر يوصل يطفي. وهذا مدخل واحد للمستودع، ما في مدخل تاني لتقول تنزل من مطرح تطلع بمطرح، ما في. حاطين إني طفايات صغيرة بالصف، هذيك المرة على حرارة المولد فقعت الطفية، على حرارة المولد بس. هيدي هي فكرة عامة عن هالمستودع والمعمل يلي بيتألف من طبقين تحت الأرض، كل طابق بمساحة 1000 متر مربع، فوقهم 48 مسكن، أي 48 عائلة، بما معناه أكثر من 144 شخص مهددين بأي ثانية توقف عقارب الزمن لديهم. المستودعات مباني بتكون مشيدة ومصممة لتكون مثلا المستودعات لاستخدام لمرقاب سيارات، أو مستودعات للمباني اللي يحطوا فيها كاف أو لأي استخدام تاني. فجأة بيجي صاحب المستودع بيحول لمصنع صغير، وعم نشوفها بالميات موجودة ببيروت. حريق عين الرمان اللي صار ربما من سنتين كان أحد الأمثلة البعض موجودة بذهننا، وفي منها كتير. فبالتالي أيضا كمان هون السؤال إنه هيدا مين عم يترخص لهم، وهل يا ترى مرخصين، وعلى أي أساس عم يترخص لهم، عم يفوتوا يكشفوا عليهم؟ كمان هيدا الأمور بتأثر على موضوع السلام العام بشكل مباشر.
ومن معمل مهدد بالموت إلى منطقة تواجه بأكملها الدمار بسبب خزانات النفط والغاز اللي بتوقع بمنطقة مكتظة بالسكان. وهالخزانات ملتصقة بالمباني والمكاتب، وتقع بين الطريق البحرية والخط الرئيسي اللي بيربط بيروت بالقسم الشمالي والجنوبي، وبالتالي هناك خطر دائم يهدد المرة الأبنية والمنطقة بأكملها. مثل ما بنعرف أنه أيضاً هيدي الخزانات هي تعتبر قنابل موقوتة للأحياء والأشخاص الساكنين هون، لأنه بأي احتكاك كهربائي بسيط أو أي سبب يؤدي إلى احتراق بيكون الفعل تبعه بوازي يمكن ربما صاروخ كتير كبير. ونعرف نحن بلبنان عندنا خبرة كان بأيام الحرب وقت ما صار في حريق أحد الخزانات وشو تأثيره الكبير اللي صار بالمحيط، فبالتالي ممكن هذا الشيء يتكرر للأسف بوجود هذه الخزانات مع المناطق السكنية مجاورة وملاصقين لبعضهم البعض. طب هيدا وين مقصود يكون؟ هودي ضمن مناطق مخصصة بيسموها Oil and Gas District، يعني منطقة مخصصة للأويل أند غاز، بيكون فيها كامل المواصفات الصحيحة، أي حريق صار بيقدر يتم السيطرة عليه، وإذا ما تم السيطرة عليه بيكون بعيد عن المناطق السكنية. بالولايات المتحدة الأمريكية صيفية الماضي كنت بأمريكا، صار انفجار بمصنع غاز ل 53 ألف جرد غاز، ما انقتل شخص واحد لأنه كانوا بمناطق بعيدة ومناطق مخصصة لهذا الشيء، فما بالك إذا لا سمح الله صار بأحد هذه المستوعبات أي حريق صغير. الحريق الصغير حصل من فترة قصيرة، لكن ليس بهالخزانات. بل بأحدى المحطات بالقرب من جسر الفيات. وكون الترومبا بعيدة عن الأماكن السكنية لم يكن هناك ضحايا إلا صاحب المحطة. فتخيلوا إذا هاي المحطة أو غيرها كثير من المحطات متوزعة بلبنان صار فيها أي حريق وهي ملاصقة مباشرة لحد مراكز ومكاتب وناس عم تستخدمها، شو ممكن يكون تأثيرها؟ التأثير كارثي، ولا سيما أنه معظم هاي المحطات حتى في داخلها ما فيها المواد اللي تعمل على إطفاء الحريق إذا صار حريق. ننطل ليش الدفاع المدني ولطفي المحطة بتكون ولعت منطقة كلها. الإحصاءات بتدل أنه أغلبية محطات الوقود مخالفة لسلامة البناء والسلامة العامة بكافة الأراضي اللبنانية. أكيد في قانون بنص أنه ممنوع المحطات تكون موجودة بهالطريقة العشوائية. منا موجود بالأحياء الضيقة المكتظة بالسكان، بعضها ملاصق للأبنية، وليس من الغريب رؤية محطة مجاورة لمدرسة بتهدد أرواح الأطفال. وشو رأيكم بشارع فيه ثلاث محطات بنزين، ثلاثتهم ملتسقين ببعض وعلى بعض أمطار، وبالقرب من مجمع تجاري محطة رابعة؟ محطة البنزين في مواصفات معينة لازم تلتزم فيها. أولاً على القليل تكون بعيدة بين 20 و 50 متر لأقرب مبنى لها، لأنه مثل ما بنعرف وجود خزانات البنزين إذا صار في احتكاك كهربائي أو حريق ضمن المحطة ممكن يكون تأثيره بتأثير صاروخ كبير، فبالتالي تأثيره بيكون مباشر دغري على المحيط تبعه. نموذج من عدة نماذج بلبنان، منطقة زوق مصبح بكسروان، منطقة تعتبر سكنية بامتياز وفيها المدينة الصناعية يلي بتضم أيضا مئات المؤسسات التجارية. وماذا لاحظنا؟ لا بنى تحتية، روائح سامة منبعثة من المجارير، مخلفات زيوت وصابون ومواد كيماوية ضارة، تلاصق الصناعات بالسكن، مشكلة خطر على الصحة، على صحة الأهالي المهددين منذ سنوات بدواخين معمل الزوق الحراري. زوق مصبح نموذج عن مدن غاب عن التخطيط المدني فتحولت إلى قنبلة موقوتة
لا سلامة مباني فيها ولا حتى سلامة عامة. التقينا بأهلها وأحياناً اضطررنا إلى استخدام الكاميرا الخفية. السلامة العامة لا تقتصر فقط على سلامة المباني بحد ذاتها، وإنما بتتعدى هالحدود لتوصل إلى سلامة المدن، إلى التنظيم المدني وطريقة توزيع المباني، الصناعات والمعامل. ذوق مصبح نموذج عن مدينة سكنية مكتظة تحولت مع الوقت من بساتين خضرة إلى كومة بيتون، إضافة إلى كونها مدينة صناعية بامتياز فيها آلاف المؤسسات الصناعية الخفيفة المتوسطة والتقيلة، وهالمؤسسات بتتوزع بمدينة تسمى بمدينة صناعية ولكنها تفتقر إلى أدنى مقومات هذه المدن. فريق تحقيق قام بجولة بالمدينة الصناعية الملاصقة للسكن، والتقينا عينة من أصحاب المحلات الموجودة واللي هن كمان بدورهم اشتكوا من المعامل الكبيرة أو الصناعات الثقيلة اللي موجودة بجوار محلاتهم. احنا هون لنا 20 سنة عنا محل، من أول ما فتحنا هون ريحة مجرير، بتعرفي هول الهنجارات المفتوحة تحت هلا المي الشتاء كبين عليها مجرير، كبين عليها رواسب المعامل، ريحة بتقتل كلها أمراض هون للرواية. ما تسأل اجت 100 شكوى على البلدية وكل شيء ما حدا عم يستجيب، في معامل الزيت فوق كل الرواسب طبعا النفايات بتكبوا هون بتعوب، صار في شيء 100 حادث من رواسب الزيت وهيك ما حدا عم بيصير، بيجوا بيسكروا يومين ثلاثة بيرجع بيفتح. نحن هون من 7 سنين حطوا لنا انفجار، طفى صاحب المحل، بس هيك إذا بتصوروا فوق أوقات لهلا بعد ينزل علينا بطون من آثار الانفجار، كنا قاعدين بينزل ورقه بينزل بطون، ما في سلام يعني، هذا الوقت اللي كنا مدعم تدعيم من جوا يعني، اذا بتيجي شوي تهز ارضيه بينزل كل واحد عم يدعم قد حاله. اذا بتبقى شلايله بالليل ما حسب ما يكون عم يكب الرواسب تبع الزيت بتشم الروائح يعني، يعني كانه ما له قيمه للانسان هون، يعني بتطلع ريحه ما بتطلع ريحه المهم يشتغل المعمل ويطلع مصاري. هذا هي هذا لازم يكون يعني اول شيء يعملوا له التراج، يعني الرواسب بعد تنزل انه اذا تنزل بشكل نظيف بدون روائح وبدون شيء بدون ارتكيب يعني عم بيروحوا من هون وين عم ينزلوا على البحر، يعني عم بده ينزل اولادك على البحر تلويس عم تاكل سمك تلويس. كانوا عاملين قصات البلاستيك على الحماوة الزيت والحماوة اللي بتنضب كسروا قصات البلاستيك، يعني من بعد مشاكل كتير رجعوا عاملين قصات الحديد. أصحاب المحلات عم يتشكوا من معمل للزيت، توجهنا للمعمل حتى نسأل عما إذا كان عم يلتزم بشروط السلامة العامة. شبكي ريحة تحت؟ انت ما كنت تحت الله انت شميت ريحه في روايه انت انا عندي هم المعمل هون ولا لا شمي ريحه خلص هاي الجوال طيب رايك ليش عم بيقول لا دخل ما يقال انا عم بقول على مشاهد شاهد من اهله استاذ عم يقولوا انه اوقات الزيت بفيد عن بالصرف الصحي يمكن يكون مش مشكلتك يمكن يكون مشكله بنى تحتيه هذه منطقه صناعيه فيها مدابغ فوق ما هب ودب مدابغ وانا مفتوحه مجرير تحت نحن مجرورنا مسكر خاص فينا يعني المشكله بالبنى التحتيه اللي عم بيقولوا الزيت هو بفيد على الطريق وبزحط السيارات هي هلا كل واحد بيصير معه مشكله مش معناتها متى ما يعني حاله عامه شو بيصير مشكله بتصنع تحت الساعه لازم في حدا ما بيصير معه مشكله البنى التحتيه المناسبه للمدن الصناعيه غائبه تماما لا مجرير لا مباني ولا حتى تصنيف استخدامات الصناعة أي محل حدادة ملاصق لمعمل خشب ولمعمل أكسجين الأمر يلي بيشكل خطر دائم على المنطقة وسكانها وعابريها
نحن هيدا معمل حدادي حديد، يعني منصنع حديد. قديش صار لك هون؟ صار لي هون انا شي 10 سنين، ما في بنية تحتية، حتى اي مجرود الريحة بتطلع منه قوية الصبح، خاصة الصبح. في هون هيدا معمل خشب وفي ورا معمل خشب، هو ضمن معمل وانا ضمن معمل، خطر ما في. بس بيسجلوها قضاء وقدر. مشاكل مدينة زوق مصبح لا تقتصر على سوء التخطيط المدني وبناء مدينة ملاصقة لمدينة صناعية، ولكن تتسع المشكلة إلى مخلفات تلك المعامل من زيوت، روايح وصابون أيضاً. عم نشوف هون بسوق البنى التحتية انه احد ربما معامل الصابون يلي عم تنزل الرغوه كلها بأناية مكشوفه، والمي والهواء بترجع بتاخذهم على الطريق وعم تسبب حوادث سير. يعني عم نشوف سوق بالبنى التحتيه وسوق بالتصريف كيف بنعكس بشكل مباشر على موضوع له اخر له علاقه بسلامه السير. فبقى هذا جزء كله متكامل، لما نحكي عن سلامه المبنى وسلامه المدن الصناعيه عم نحكي عن سلامه مدينه باكملها، وهذا ابرز الامثله كيف ممكن هذا الشيء ياثر سلبا على حركه السير وسبب حوادث السير. لا بنى تحتيه، توتر عالي بين البيوت، دواخين شركة الكهرباء على مرمى حجر منهم، والسكان عم بيدوقوا الأمرين من الموضوع، وبالأخص من دواخين معمل الذوق الحراري. نص العالم بالمقبرة، هيك بدك تعتبر بالنسبة للدواخين، وإلهم زمان يوعدوا ونسمع حكي. نتمنى عليكم انه يوصل الصوت هيدا بصوت كل كسروان عم نحكي. بساوي هون شغل الكهرباء. ما فيني اوصف لك اكثر من هالقد. دخنه وجايه ومجارير. بدل لي. ساعات حطوا فلاتر بس مش شايف حاطين فلاتر انا. بس تعبوا دخنه سوداء هون، اجل لك ما بعرف شو بينزل على السيارات، شيء اسود بنشمه وبنشره. بدك تخفيك يا الانيه، اذا بدك صور يا الانيه. اذا بتحب تصور الانيه شوف شو فيها. لنا 15 سنة بقولوا بده في حل، و 20 سنة أول حل. تفضل هي صور لك، بعدنا عم نحكي صور. هيدا بس يرقد الأسود، بتروح تفرجي على السيارات، دخنة السوداء ما فيني خبرك، هذا البز الأسود، هذا كله عم نشمه. كله كونسير، كله مرض، شو بدنا نحكي؟ عم نلاحظ قديش حركة الهواء عم تدخل الغبرة وعم تدخل كل المواد الملوث نحو الداخل. وهيدا قبل ما يتصمم او قبل ما يتاخد محله لازم يتفكر بهيدا العوامل، لانه بلبنان نحن عندنا الهواء جنوبي غربي، ولكن في عامل اسمه كولرس افكت بخلي كل اتجاه الرياح والسوائل من اعلى الخط الاستوائي لحد شمال الارض بخليها تتجه شرقا، فبالتالي بخلي حركه الهواء تتجه من البحر نحو الداخل، وهذا بخلي هيدي الهواء كله يتصب من الاماكن السكنيه. هالبيت الملاصق لمعمل الزوق ما بتكفي الدخنه السوداء، حتى ينضاف له مجرور شق طريقه على شباك البيت. هيدي ما عناي جسق كانوا فيها الزريعه، ولا صار عمار بقت بزريعه قليل، بعش اذا كان بعد فيها بالاخر هونيك زريعه، ها انا بقش في زريعه، ها مثل ما انك شايفه كله عمار كله كراجات وكله اشياء مثل هيك. بدي اقول ما بيطلع دخان، نشر الثياب بكون نضاف بصيروا مشعترين، وهدير عم نضايق كثير من الهدير بنفس الضغط بيطلع كثير. أوقات كنا نايمين بالليل كمان نتضايق منهم. فالأول إيش كان في شركة؟ كان في سنة 50 بل 6 شركة. أنا مش كنا صغار كنا وقتها. وصار زيت تكبر وتكبر وتكبر، عملت برا لهم زمان بيشتغلوا فيها. وهلا صاروا تقريبا مع أشياء عطيقة عم تطلع غبرة أكثر وعم تطلع صوت أكثر وعم تعمل ضجة. إذن زوق مصبح نموذج عن مدن عشوائية لا تخطيط فيها، لا احترام للسلامة العامة، لا احترام لسلامة الإنسان، جرير سامة،
توتر عالي، صناعات ثقيلة بين البيوت، دواخين الكهرباء، ومدينة مهددة بالانفجار بأي لحظة. كثير عم نسمع حرايق صارت بمصانع موجودة ضمن أماكن سكنية وحتى طرقات رئيسية، كمان ما فينا مصنع يكون حتى طريق رئيسي، كمان إذا صار في أي مشكلة بتسكر الطريق وبيأثر على حركة السير. والمثل كان فادح من سنتين تقريباً عند احتراق معمل للسجاد المشيد على الطريق الدولي بالصفرة. يوما أقفل السير لمدى ساعات على هالطريق الرئيسي خوفاً من انهيار المبنى وتهديد سلامة المر. وما زال هيكل المبنى مهدد بالانهيار. تساؤلات عديدة منطرحها، والسؤال الأهم: أي مدينة سليمة صحية؟ أي تقسيمات؟ أي استخدام للمباني والأراضي؟ يعني عندنا صناعة وتجارة 15% مساحة المدينة، صحة وتربية 15، نقل 5، عمل 15، سكن 30، مساحات خضراء 15، ومختلف 5. تقريباً هيدي بتعطي صورة شاملة، تختلف بين مدن والتانية، ولكن هذا بيعبر بشكل عام. المساحات الخضراء لازم تكون الحد الأدنى منهم المينيموم هي 15%. إذا بنطلع عنا بلبنان بنلاحظ إنه عنا 2% ببيروت، الحد الأدنى 15 عشان 2%، ما يزيد نسبة التلوث ببيروت بين 100 و275% عن المعدل العام المسموح فيه. هيدا هو تأثير الاكتظاظ العمراني وزيادة مساحات البناء العشوائية على حساب المساحات الخضراء وتأثيرها على الصحة والسلامة العامة. من جوني شمالا مرورا ببيروت إلى حد شويفيل جنوبا، لأنه هذه المنطقة جغرافيا وبنيويا المباني متواصلة مع بعض البعض، فبالتالي هذه المنطقة وفيها الكثافة السكانية وكثافة المباني الأكثر وفيها نسبة الأكثر من المباني المعمرة من زمان، لأنه إذا منطلع على النمو التاريخي للبنان بنلاحظ أنه كانت بالمدن الرئيسية الساحلية بيروت طرابلس وصيدا أو سور، فبالتالي عندنا امتداد لبيروت طلع بهذا الشمال نحو جوني وجنوبا نحو آخر شوي فات، فبالتالي هي هذه المنطقة اللي بتختزن المباني القديمة أكثر. بهذه المنطقة شو عم نطلب؟ نعم نعمل مساحات ميدانية، يعني لنقول أخذنا هذا الحي، هي أي حي افتراضي، نأخده ونعمل له مسح ميداني، وعم نحكي هذا الشيء بيتعمم مع كل المناطق، نعرف على أساسها وين عندنا سكن، وين عندنا صناعة، وين عندنا تجارة أو تربية أو صحة، يعني بنعرف كيف استخدامات الأراضي، هون نعرف المدينة كيف مقسمة، ومن سنة بنرقمهم، مثلا عندنا هذا عندنا مصنع موجود بهالمنطقة، عندنا سكن موجود بهالمنطقة، عندنا محطة بنزين موجود بهالمنطقة، هيدا صار عندنا خريطة قادرين نشوف على أساسها استخدامات الأراضي، ومنشوف ساعتها منشوف وين الصح وين الغلط، بس قبل ما نقعد نحلل أول شيء لازم يكون عنا معرفة بقاع الحق. المشكلة تكمن بالتشريع، فلا مرجعية وحدة لموضوع السلامة العامة، لا بل هو محور تداخلات من بلديات، من كافة الوزارات، من نقابة المهندسين، من كافة المجالس، كل السلطات، الهيئات، المرجعيات إلى يد طائلة على سلامة المواطنين، مما يخرب سلامة المواطنين. هالسلامة يلي تصبح نقطة تجاذبات سياسية وزبائنات محلية إلى درجة الفساد والإسراء وكل ما هنالك من تدخلات تعزز سلطة المعنيين من أسفل السلم إلى أعلاه. التشريعات والقوانين موجودة، ولكن كالعادة موضبة من سنين بأدراج اللجان مقبرة القوانين والتشريعات. هن فاسدين ونحن مفسدين بتفرجنا على أعمالهم، نرضى على مساوئهم من بركة ومن بررة، فنصبح نحن المفسدين. فلا ريب ولا عجب إذا تكررت مأساة فسوح.